بصفوف بيجيك هيك التلميذ مشاغب ثقيل كمخ، والاساتذه بيكون عندهم طوشه راس منه. ما بعرف مين منكم هون بالجمهور هو المشاغب الصف. يا حول دغري بين حاله. بس ما اكتشفت، اكتشفت كمان شغله صغيره انه جو معروف. هلا كلكم عائلين بدكم تقنعونا ما في غير اثنين على ايديهم. مين مشاغب بيناتكم؟ اه بنات اكثر من الشباب والله. بس روح تتعرف على مشاغب باب اول هلا، لانه اكتشفت انه جو معلوف بيعلم بارت تايم بمدرسه كمان. ايه استاذ كمان، بس وبيعالج مواضيع انه الشغب بالصف بطريقه كثير قويه. برافو. ورح نتعرف على جريس يلي هي المشاغبه رقم واحد بلبنان. اذا بتريد تركينا احكي جريس، طعولي صوتها لجريس على الميكرو اذا بتريد. طعولي صوتها خليها تحكي لمع حالها. يا جريس صار لي ساعة بتخلصي، خلصي يا جريس، خلص خلصت خلص بقى. بدي احول الساعة تكون مفتوحة، ما بقى حدا يحكي. خلص يا جريس اذا بتريدوا خلطوا تاني. صوتها بس من عندي لجريس خبصت لو بتخبيص. خلص تفضل اخي، خلص تفضل. يا استاذ يا استاذ لحظة لحظة، شو بدي بالفروج هلا؟ عم تحكي لي بالفروج؟ احكي مع حالي خلي القضاء معليه، لانه ما احترمتيني وما احترمتي حدا. يا جريس اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. جريس ما بدي اسمع صوتك اذا بتريدوا، شكرا. ظهروا لي جريس يا حبيبي، خربت لي الحلقة اللي ساعة طلعته من سيده. طلعت وحدة جريس عن جد، انا حبيتها لجريس. رح ننتقل للفيديو الثاني على الفيوتشر. عندنا حدا كثير مهم وعن جد نعرفه من زمان كثير، جوزيف الحويك. من المخضرمين من المعلمين هيك معروف وجههم على الشاشه، بس اقوى شيء بجوزيف الحويك شو هو؟ ذاكرته. ذاكرته مش طبيعيه، ما بينسى شيء. ذاكرته مش طبيعيه حاله بهالامور، انه ما ياخذها شخصيه يكب على غيره. جهودكم حلاكم أكتبها حميرة، ما تخفي يعني ما تخافوا أن تحصلوا شيء لأهل أم أولا تحصلوا على أفضل من الوقت، مش غلط. شو سعيد، بدنا نبارك لجان لوك. جان لوك أسأل شيء من 100 سنة. ليه أمرته؟ لا ايه أكيد، شو عم تحكي؟ هادي سنه على المستقبل. ما فهمت، ما بتعرفوه ولا هادي سنه؟ بعد بتعرفوا جان لوك؟ ليه وبعد؟ عن جد؟ شوف عن جد انه ابتدى فصل الربيع. اهلي ما بيفهموني. هلا اكلوا بصراحه لما بنطلع وبنشوف الطبيعه حلو كثير، بس الجو هيك شوي في كثير اكيد منا بحس ببلش يحس هيك باشياء شوي ثقيله. اوكي. احساس مميز بهيدا الوقت. مين بتفهمني بس؟ بس يا عم الاتشي مين انه كم اون مان؟ انا كمان عن جد. كاميرا الزاب كمان واكبت الانتخابات الفرعيه تبع طرابلس، وكان اكيد كم شخص كانوا هيك بيلفتوا النظر. أوكي. عرفت كيف؟ وهلا رح نشوف مين هدول الاشخاص واذا رح تعرف عليهم اكثر ورح يروحوا فايرل او لا. خلينا نشوف. بعبر على رايي بطريقتهم هن، بس باسلوبي انا. اتمنى للشعب الطرابلسي ينزل يخترع بهذه الطريقه تيورجي انه كفانا تعبنا زهقنا على طريقتكم انتم، بس شكرا. عيد بوسيوناليب اللي عم بيعرضوا عم ينزلوا عم بيحطوا صوتهم. انا صوتت صوت بهيدا الاصبع قصد على فكره، مش بالغلط، صوت بهيدا الاصبع بس تأجيهم انتخاباتهم كلياتهم ما بتهمنا. سعد الحريري وبس ونقطة على السطر، وديما جمال وبس ونقطة على السطر. ليش؟ هيك لأنه الشخص عاد قال هيك وبس هالقد وأكتر، دمنا أزرق ونقطة على السطر وخلص. بالقانون 70%، وإذا طلعت أقل من 70% بتكون طلعت أقل، شو يعني بننتحر يعني وبس.